خير الله عوض طبيب فلسطيني تطوع للعمل في مستشفى دورة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا. يعمل بجد على مدار 24 ساعة وجل اهتمامه ينصب على هذا المريض، فهو والده من لحمه ودمه. ابني موجود معي دكتوري ما قصر، كمان برضو بشرف علي، مما خفف من المعاناة ومما خفف من الإصابات، الحمد لله رب العالمين. أنهى خير دراسة الطب مؤخرا من جامعة صنعاء في اليمن، وفور عودته للبلاد كان فيروس كورونا يجتاح الأراضي الفلسطينية، وكان أبوه أحد ضحايا هذا الفيروس، فما كان منه إلا أن تطوع لإنقاذ حياته وحياة الآخرين. جدا مبسوط يعني أن أنا قاعد بعالج في أبوه، يعني هذا تعتبر تجربة جدا جميلة وجدا عظيمة، يعني أنت قاعد تعالج في أبوك الحمد لله رب العالمين وبرتاح على إيدك، يعني هذا إيش بخليك تشعر بالراحة والسعادة الحمد لله رب العالمين. بفضل عناية الابن المباشرة يتماثل الأب للشفاء، لكن العشرات غيره يعانون أوضاعا خطيرة مع استمرار تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا يوميا، وخصوصا في مدينة الخليل، ما استنزف الإمكانيات والكوادر الطبية التي لم تعد قادرة في الكثير من الأحيان على مجاراة المرض. عبد الحفيظ جعوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية.